ما هو هيدا اللي عم يصير، بانه الفريق المعارض اليوم يرفض الحوار، رفضوا الحوار الذي دعا اليه، يرفض الحوار على اسم سليمان فرنجيه، ولا ورفضوا الحوار على اكثر من صعيد، يعني حتى الحوار الذي دعا اليه البطريرك الراعي واللقاء الذي كان يجب ان يعقده مع النواب المسيحيين ايضا، حتى استبدل الامر بالصلاه لحفظ ماء وجه كركي. يعني هذا الفريق كان يرفض كل انواع الحوار ويرفض ان يتلاقى مع بعضه البعض للتوافق على اسم، ويرفض طبعا يعني التشريع في مجلس النواب وانعقاد جلسات الحكومه. يعني لا، هو يريد تمديد الفراغ بخلافاته ولا يريد التعايش مع هذا الفراغ. اليوم أعتقد بأن الاتفاق الوحيد بين القوى المسيحية هو اتفاق على رفض سليمان فرنجي، وليس أبدا اتفاق على أي اسم، لأن الثقة ما تزال معدومة، وهناك ضغط على سمير جعجع بأن لا يذهب إلى اتفاق معراب جديد بعدما كل ما حصل خلال الفترة الماضية. وطبعا يعني أيضا هناك النائب جبران باسيل الذي يناور المناورات مع حزب الله ومع القوات اللبنانية بطرح الوزير جهاد أزعور، وطرح الوزير السابق جهاد أزعور من قبل جبران باسيل يعني بده يعمل له، في عنده ثلاث مشاكل أمامه. المشكلة الأولى أنه هو ليس مقتنعا بجهاد أزعور، وإنما تم يعني طرحه كمناورة كما قلت، لأن وأنا أكرر بأن مرشح جبران باسيل لرئاسة الجمهورية هو ما يزال جبران باسيل، وهو ما يزال يتحين الفرصة لكي يجد فرصة رئاسية له. الأمر الثاني هو المشكلة مع حزب الله، ولأن حزب الله يرفض جهاد أزعور. نعم. وطبعا يعني أعتقد بأن جبران باسيل لا يريد قطع كل الخطوط مع حزب الله وترشيح جهاد أزعور بشكل مخالف لرغبته. الأمر الثالث هو داخلي لدى تكتل لبنان القوي، خصوصا أننا علمنا بأن هناك طرح لترشيح أحد أركان تكتل لبنان القوي لرئاسة الجمهورية، وهناك عدد كبير من النواب واجه جبران باسيل بأنه يمكن أن يكون لدينا مرشح من التكتل طرح مرشح آخر. نعم أستاذ غسان، سيكون لحديثنا تتمي، ولكن اسمح لي بدي انتقل مباشرة مجددا إلى زميلتنا جوزيفين ديب يلي عم يتنقلوا يعني من مكان إلى آخر، لأنه لازم يبلشوا يتحضروا للذهاب إلى المكان المحدد، القاعة التي تعقد فيها القمة العربية. وكانت الزميلة جوزيفين ديب قد يعني أوردت لنا إحدى أهم النقاط التي سترد، يعني وهي نوع من مسودة للبيان الختامي، خصوصا في الشقين المتعلقين بلبنان وسوريا. صار جاهزة معنا جوزيفين؟